عندها قبيله، يلا عطني اياها هذه قبيله. كفو يوم مبارك. خمسة الملاحيق في يوم الكبير. إيه؟ ضربنا في الراس ولا على حبل الظهر. كفو. اعتزينا في ساعة النجم نجم الغفير في نهار النجر الموقف جاي. الله ونعم. نجم عباس سعد بس سعد. بس ما عنده مايك. اجلس يا مرحبا يا جد. دراعين فزعه. ايمن والله يا ايمن يحبك تصدق. الله يبقيك طول عمرك. حياك الله. الله يطول عمرك يبقيك طول عمرك. يقول انا انسان مثل الناس موجود فوق الناس. احب اتجمل في الاوادم واساعدها. وانا والله انا حظي مثل حظ ابن فرناس حب المطير طار راكن توسدها. تعال انسان انا عندي مشارك. سم الفقره الفقره كلها مشاركه. انا قبل هدر 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 عند ايمن يا شباب. انت اعلامي لا تقول هدر. اي ترى مو مركز صيفي ابتعد. عندنا ايمن. يا سلام. عندك مشاركه ايمن. لا لا عطنا عطنا مشاركه. المشاركه هذه قصدها ابن زويبل. اسلم. قل شوي اسلم. ها شوي شيء لا اسلم ولا اسلم يا ش... انت تعال اصبر علي علي قم قم روح هناك ايه طول عمرك علي سلام ادش انت خلاص انا ساكت ارحب يلا حي ارحب عاد قريب يلا عشان عشان عشاء يا رجال عشاء العشاء يلا بس ثلاث ابيات اسلم يلا يقول من سال عني عنه يا بدر ما سلت سلت مالي ورا طرد المقفين شقوى شقوى لو قاوبي ذاب الاعراب ما قلت صرت عنها الهرج شيمه وتقوى تقوى ان كان لي حيله صبرت وتحملت وانقلت الحياه حل الله حقها والله صادق صح بدعي عندي مشارك سم يلا بس جماعيه يا شباب يلا اللي مو مصفق بعرفه لا لا يلا انا حر حر يا اسلم اسلم يلا ارحب يا ام خلد يلا صفقوا زين لا لا بدون تصفيق بدون تصفيق بدون تصفيق ليه ما ابغى التصفيق لا لا ايه حماسين يا اخي بدون تصفيق عندك شيء ولا نقوم نبض نلطم الضد والردات مشهوره سلمنا من قدم وسلمها لينا هلا كان ذبت غطاها كل مسوره خيب الله لحنا كان ذلينا صح لسانك حياكم الله حياكم الله يا رجال لا لا ما عليك فلل انا فلل والله انا سابقك تقارب تقارب يا الربع انا سابقك والله انا سابقك يلا 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 اقرب يا رجال تعالوا تعالوا اقرب لا 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 ايمن ايمن عبد العزيز الصدق لا 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 الله يبقيك يا ايمن ايمن اجلس يا عيال اقرب ما بي ما بي هذا من؟ هذا اقصبني وتخيل وين؟ طيب الشباب وينهم الشباب؟ مقدان شباب شباب طعمهم ملح اشتريها هذه باخ خبزه ليه معها؟ اشتريها اشتريها حياكم الله الله يبارك فيك اهم شيء اصدقاء عيال اختي ومعزله وين؟ اي والله خيالين خيالين سمو 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 تركي تركي اسمع تركي محمد الله يسعدك تفضل سم جوع ناكل هي هي تفضل 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 سموا بالله وكل مما يليك لبد نعم عسى ما يحضر طيب اقرب اقرب بس طيب بما انه يعني احنا على ما تنبه هذا الحمد على الاكل خلينا ناخذ الاجور التي موجوده على ال على الاكل طبعا يا جماعه الخير سبحان الله في حديث يبشر كل مؤمن ومؤمن كل مسلم ومسلمة دائما الإنسان يفكر في الشيء اللي إيش يرضي الله عز وجل أو يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ورد في الحديث أن العبد أن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها يعني الإنسان إذا بدأ إذا أكل وخلص أكله يقول يا ربي لك الحمد لأن الفضل لله سبحانه وتعالى وكذلك الشربة الماء هذه سبب في رضا الله سبحانه وتعالى وكل من مالك وهذا الفضل كله لله سبحانه وتعالى واحمد الله دائما على هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كلوا يا جماعة الخير جزاك الله خير كلوا جعل بالعافية عادي هو يحب يسأل يلا بتعال أبشر أكل عاد هم يا هذا العين تعش أرحب يا سعد أرحب يا نظر عيني عز الله اني شفت السعاده اي والله قصدك يعني احنا ما لا ترى انتم ترى اعتبركم زي واحد بغى يقول زي اولادي ها بغيت اجيب سعد اليوم والله لو دريت الوضع زي كذا كان جبت سعد عند الباب يا بابا يا بابا يا بابا توقعت انه يعني سعد كم لنا نقول لك جيبه ما جبت والله ان شاء الله الحلقه الجايه نجيب سعد تبين نزعل من يا طاهر انت دائما كل ما اجي اكثر تغريدات متابعينك صراحه طاهر طاهر هذا هو طاهر هذا هو طاهر
اصور لكم طاهر وهو ياكل بعد وجندل والله يستاهل طاهر احنا اقل من شهر ان شاء الله اشغل ابو سعد رجاء خاص لو سمحتوا صور لنا عبد العزيز وعطى الجوال خمس دقائق وايمن بعد وعلي اخي وعلي هادي حق زمان عليك تغيبه يشغلون جمهورنا يعطينا الجوال خمس دقائق تبون جوالي خمس دقائق بث تكتب والفلوس اللي تجينا انا عاد والله خلاص يا رجال ما بدي كم يوم خلاص شدوا حيلكم ايش رايك عندي فكره سم يا راعي الافكار انت ايوه جواله متى الفلوس اللي لي نحولها سهم ايوه انت تويتر كلامي بس والله فكره حلوه صراحه والله فكره حلوه وانا اقول جوالاتنا افضل يا ابو سعد لو تعطونا جوالات سعد شمي عيوني نعم هذا السفير الثاني لا شوف ارحب حي الله السفير تصدق المفروض تدري انت سفير صح؟ المفروض اي ضيف يجي تاخذ منه 300 ريال الحين خذ من الشباب كل واحد 300 ريال لا ذول عوال عمي ما اخذ منهم طول عمرك ادفع عنهم ادفع عنهم يلا سعد حطان قد دفعت نطلع الحين لو طلع انا دفعنا حطان ان شاء الله انهم اليوم 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 الفقره كلها ايش؟ ريالتي سوالف علوم يا بعده بالله تحب فقرتي يا مهندس ترى اليوم يوم نزل في تويتر قلت احلى فقره فقرتي والله يا ابو سعد مو بقول حالها ابو سعد ترى كلنا والله العظيم والله كلنا كل فينا دور المقدم النفسيه كلهم كلهم يا ابو سعد هم كلهم كلهم ترى لا 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 يا عيوني يا عيني بس بس في الغرض كله بس بس البرايم قبل السبت والله وتر اي والله شوف بس ما شاء الله على علي ابو عبد الله برويه ما شاء الله تبارك ما شاء الله عليه والله ترى ها لا 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 مرضى ترى ترى اخصم منك الحين لا والله ما له دخل هذا برنامج ارحب يا ابو هادي يا بعد عيني يا ابو هادي ارحب عليقي علي هادي موجود ولا تعال تعال بس علي اعتذر اصبر اعتذر للاستاذ القدير الكبير علي علي بن لن اعتذر قم من فقرتي قم علمي بن عمو قم عمو خلي يعتذر يا رجال ولا يقوم علي من علي بن روي هو يقصد علي بن مخيت انت تقصد علي بن مخيت علي يقصد علي يا بيلك يا ايوه من يقصدني يقصدك عبد الجليل المغيري خدعه متاهه ترى الحرب خدعه يا اخوان الموسيقى اللي يحطونها ذيك النغمه وصوت علي يا اخي يقول دي أربعة. والله اعلمكم شيء عاد والله العظيم فقره حلوه جدا حلوه يا اخي انا تدريني اروح الدوام دائما اروح يوم الاحد عندي الدوام القى خصم تاخير ليش الفقره حلوه يا اخي الفقره الفقره مشاهدات 21000 ترى اقسم بالله مشاهدات 21000 وركبي تنضبط في الفايده سم قلبك قاسي يا عاد والله اني احزن على اللي يطلع صراحه بس أمس والله توترنا فما بالك لو طلعت أنا وصغط جسر جثة أما أنت سبحان الله صدق يا علي أول ما جيت كأنك تبغى أقول لك شيء يا علي صدق بالنسبة لك أنت أول ما شفتك قلت يا أخي إيش فيه هذا كذا يا أخي تحس إن تعرف الطالب المؤدب اللي يجي في الصف الأول هذا صح صح هذا أول يومين طالب اسمه طالب كذا اسمه تحس طالب مؤدب الشبكة المهم يا أخي الأسبوع الثاني ولد الخوينة مو بخوينة المؤدب يا ولد الأسبوع اللي بعده ما شاء الله تبارك قال اسمعي ذكرت حدي عشر درب جيه يكرمون الربع هذه عشرة ذا وجيه ما في حد منهم هذه عشرة ذا وجيه الودره هو يستانس لا ليست ودره بل وجيه طيبه خير ان شاء الله انت انا لو بيدي خصم اوف اخصم عليك ترى انا ما خصم عليك الدوس صدري مين ابو سلطان جالس ما شاء الله تستاهل تروك تستاهل ليه تستاهل ما سويت شيء انا طقيت بس عشان مستشفى والله انا كنت مريض على العموم ابو سلطان ترى يحبكم الله يحبه صدق ودايم يعني يحتويكم هو ابو سلطان طيب لا ليه خايفين سلم عليه تروكي تروكي جده صار شخصيه ويعصب اذا طلعنا برا تعال شوف وما طلعنا نتجمع ابشر وصرنا مشاهير ابشر اوه تعال شوف او لا يعني مثلا نقول ما صرنا مشاهير تفتح معنا بث اكيد على حسب المشاهدات سم اكيد ما انت مو يمي مليون
اسلم ابشر ابشر اسلم اسلم دققوا معاي اسلم اسلم الا تقول ايمن قاعد في البيت هنا اتابعكم اقول اذا طلعنا وما نتجمع البيت احنا كلنا نجوع ما طيب انت معنا بنت حسابي ملك لكم كلكم مسابقين جنتل اي الرداد اخيك اخيك المليون الميتين الف اللي عندي في ذا واحد كل واحد منكم بعدين اعلمهم شيء من قال لكم انتم مشاهير انتم الان سبحان الله تيك توك وتويتر والناس انبسطت منكم بس على فكرة دائما الواحد يكون محسن الظن يا أخي بنفسه الشخصية القوية هو اللي دائما يرى إيش يرى 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 فوق ما يرى وراء والله لا تفكر إنه أنا يمكنني ما شر لا ثم بعدين على فكرة ترى الشهرة يقدر أي أحد يصلها لكن نبغى المؤثرين المؤثر في مشهور وبس مو مؤثر وفي مشهور ومؤثر يعني المشهور في بعضهم مشهورين سيئين صراحة في مشهور مشهور وفي مشهور مؤثر يا أخي يعني شوف يعني زي مثلا ناخذ فايز مالك مؤثر خلينا نتكلم على أبغى أجيب شخصية حلوة شو اسمه لا لا خل ياسر شوف بالنسبة لياسر بن سعد زهراني شخصية ما شاء الله مؤثر الله يجزاك خير يكفي ابن عمي شاهد لي أنا أتابعك من قبل البرنامج طبعا أسم الله يجزاك خير لك وحظ أخو واحد هاشتاق اليوم من عيوني بالله تكفي لا لا مو بالله بالله بس كنت أتابعك بس كيف بالله بعدين إيش رأيك في الاختيار أقول لكم بس إيش رأيك بالله عليك يا اخي الدين ترى اديني بالله عليك تقول لي بس امر ما عرفتك اضرب تقول ما تبغى هذا هات يا اخي بسم الله علي يمنا مساعد من الاشخاص اللي احبهم اسم انت وعمر العضو يا حبيبي الله يسعد عمر العضو صديق من زمان ترى ايش فيكم حصانكم شرد سلام ويت ارجع سلام مكانك شباب عبد الله تويت خلو يا ابو ريان ما انت بخيال تعال عبد الله لا تهاوش اذا جاء ايه يا بحال مع بحال والله العظيم ما يشبع بحال الله يجزاك خير اي وعلومك هذه خبره سلامه هذه خبره تخيل نعم علمك ليه؟ يجي منهم اكشن يا اخي الخيول سبحان الله صغير انا بزعل لا تسمح خلو مهندسنا اجلس عشان الكاميرات علينا هنا خلوهم هناكم عوال عمي بغيتوا شيء بشروبي يا رجال انت فين جفا انت فين اللي جفاها ترى هذا اصغر قوم انا لا اقوم يطلع يبي لي 100 خيل ولا 300 خيل حمدان ايش ارد عليه؟ نايف حمدان هذا بس فيصل مبارك اسطوره صورة السوشيال ميديا جو هنا يطلع حطكم في عجه يقول هم ملايين والله الحين بعد العشاء ذا يا ابو هادي مبارك يجي شاهي على الجمر وحبق يا رب يا تفهم اقسم بالله تجي على جوي يا والله خوي انا خويكم يا اخوي انا تراني خويكم على فكره ترى انا شخصيتي ترى كذا يا ريتي حلوه ترى يا اخي والله العظيم اني شفت لك مقاطع يقولون هذا متسابق ولا مغدب شفت كيف يوم وين شفته فيه برا طلعت 24 يوم من 24 ترى احنا ما نحب ما نحب نغرب على احد يا اخي والله لا احنا يا اخي والله فيكم ذكاء لا يعلم بها ربي طاهر والله لو اني شاعر يا طاهر اني لا اقول فيك قصيد مخدوم بس مشكلتي الحمد لله يعني عندي كان يبي يجيب مخدوم ها القريه بك يا طاهر نورها زاد شلونك ابو هادي بشرني عنك الله يوفقك ابو هادي يا اخي انا احبك يا ابو هادي والله العظيم كلكم طبعا ترى كلكم عندي والله انكم سواسيه والله عندي كلكم انتم سواسيه والله عندك مليون شهادات بالبث 4000 5000 شهادات هبت 6000 7000 تدري التوك توك هذا ما كنت ابغى ادخله لين اتصل عليه واحد من الشباب اسمه بدر بيعان صلى الله يوفقه ويسعده قال ابو سعد في برنامج هنا الناس تحتاج الكلام الطيب جعله بالعافيه جعله بالعافيه ايش اسم المطعم؟ راجع بالعافيه مطعم نجم حاب نشكر مطعم نجم حضرموت الله يعطيهم العافيه كثر خيرهم على الشغل بالله كيف الشغل يا شباب ما شاء الله شغل نشكر مطعم نجم حضرموت والرقم على الشاشة يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله والله هني كيف بالله شغل والله رجال مجامل والله يا جماعة الخير اللي يغسل يرجع بالله ها نبي نكمل جلسة باقي معنا نبغى الشاهي وشغل سم
احنا نشكر إيه؟ مطعم خذ راحتك. نشكر مطعم حضرموت. نجم حضرموت. نجم حضرموت. أغششك يا مهندس. طبعا مكرم في العزية. ما شاء الله. يطبخون الولايم والعرايس. يطبخون العرايس يعني يطبخون العيش المعيش. فبيض الله وجيههم. ما شاء الله تبارك الله. تقييم. لكن لذيذ 100%. تقييمي له بما إني أحسن من شاير في التقييم. لا اسحبها. حلو. اسحبها انا اسحبها ابشر بسعد أيوة. بما اني افضل منها ريالتي عالي كذا حلو انا المقدمين والمذيعين ما احب تكون في فقرتي ما مقدم سائر سائر اخونا اخونا انا ما احب أخونا. انا عندي ولاء اللي معي المقدمين المذيعين اخ اخ وليس اذا جمع والله نعم. ما نعتبر والله والله عتبونا جد والله انكم تستاهلون انا بعصب عليكم اخر فقره خليني اقول لكم اللقمه شفتوا مثل ما هي والله العظيم يقطع من البهارات كيف بالله على كيف كيفك كانك كاشتلك والله العظيم كان كاشتلك في بر اللي يبغى يذوق طبخ كاشته يروح للمطعم نجم نجم حضرموت والارقام الشاشه الارقام حاطينها على الشاشه نعم ومروا في المطعم طول العمر وذوق بعد قبل ما تاخذ وتشوف انا والله اني شبعت لكن بجيب واذا مريتوهم قولوا جايينكم اعلان من جنتل نعم جنتل يسلها مع جنتل والله بصراحه جنتل صاير حراق والله حراق والله برنامج والله التيك توك كل ما فر مقطع جنتل مقطع جنتل هذا كل ما نشوف جنتل ما هم سهلين كان انا شليت انا سهلين. وصراحه نشكر مالك القناه ابو صالح الله يعطيه العافيه يطول في عمره لبيه ثنائيتي سم ثنائيتي وثلاثيتي ابا قلب ثلاث دفين وعبد الله الحافظ معهم بهلا ثنائيات وثلاثيات يا نواف تعيش ايوه كفو بيض الله وجهك يا السفير الكفو المحزم المليان لغدة ريال كفالة اليتيم 300 ريال لا تنسون نبدا خشوركم صدقوا في ناس مثل الحين مثل والله ما يقدر ياكل حتى العيشه ما يلقى نعم ما يلقى العيشه دي ولا يلقى الكوت اللي تلبسه ولا يلقى له غترت اللي يغطي بها راسه جايين نشتح احنا بعد تكفون يا الخير بادر باللي تقدر عليه اللي معه ريال اللي معه 10 اللي معه 100 اللي معه 1000 اللي موجود به نفسك والارقام موجوده يا جماعه الخير انشر الارقام والروابط موجوده على الشاشه تحطها في مكان ثقه والله انك بعض الناس يعني انه يشيل هم وين يروح المال هذا اللي انا احطه وين الجمعيه موثوقه يا ربي لك الحمد وفي افضل بقاع الارض في مكه يا ربي لك الحمد وانت تحط ذي 300 واللي يقدر يحط 600 وسبحان الله انك اول ما تحط انها تفتح النفس اصلا تحس بانشراح في الصدر ليش اصلا المال هذا انت تحطه لله سبحانه وتعالى لا تفكر انت ايش رايح وين بيسوي ايش بيسوي بلا انت تحط لله سبحانه وتعالى لما النبي امر الصحابه بالصدقه ما سالوا اين وين عالمين هي وين بتروح على النية بعدين ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت تجمع الفقراء المساكين حولها ليش تعلم ان هؤلاء الفقراء المساكين اللي راح تعطيهم سواء من التمره او غير التمره تدري ان حتى المال تدري ان هذا 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 عمل عظيم ثواب عظيم يعني كما جاء في الحديث الساعة على الارمله او المسكين كالمجاهد في سبيل الله شوف الفضل العظيم شوف المجاهد في سبيل الله كالثواب شوف النبي اللهم صل وسلم عليه فالصحابه كانوا لما يسمعون عن الصدقه ويسمعون على الاموال ويسمعون عن طاعه وعباده يفعلون الصحابه ما يترددون يبادرون ما يبادرون يعلمون ان النبي لا ينطق عن الهوى النبي ما نقص مالا من صدقه ويجيك واحد يشك انا اخاف ان ال 300 ذي او اخاف ال 600 ذي احطها بيخلص من راتبي لا يا اخي النبي اللهم صل وسلم عليه يقول ما نقص مالا صدقة والمؤمن مع صدقته يوم القيامة يستظل بها فالحمد لله يا أخي اللمبة متى ولعت الأسبوع اللي راح صح الخميس أمس ولعت لمبتين والخميس اللي راح لمبة ما شاء الله تبارك أمس لمبتين الخير موجود أبشرك وإن شاء الله الأسبوع ذا ينتهي بكم لمبة وبعدين يا أبو سعد وشو تخيل أنت كل مرة تعتمر ومعك أخوياك وذا تشوف وقف اليتيم قدامك أي والله وتذكرهم وتقول أبشركم والله أني مشارك في الخير ذا الحمد لله شيء جميل سعد الطويل والله نعم سعد الطويل أقدره وأحترمه صراحة يا رب يا رب وأنا لما أقول هذا الكلام ليس تقليلا من الجميع كلكم تعرفون مكانتكم خاصة بالذات بالنسبة لي أنا أنا أني أقدركم وأحترمكم احترام لا أعلم بالله رب يا رب قدرك يطول عمرك أنت والله تراك آخر الشهر تميزت صراحة والله أول شهر سعد هنا طفشان ولا أخونا أبونا أمنا كل شيء سعد سعد والله نعم لا أنا أبوكم لكن الله يعطيك أبو سعد عيوني الله يعطيك العافية الله يسعدك يطول عمرك ويكثر خيرك ويرحم والديك الله العظيم إنها أحلى ما قد مر علينا من العيشة يا حبيبي والله إني والله صادق الله يسعدك أقولها للنواف قبل شوي الله يسعدك دخلنا ذا المنتجع
انا عامل عسل هدوم ها لكن لا ما بترق الحال نكا يا ابو محمد الرز هذا نجم حضرموت الله يعطيك العافيه والله العظيم كان في البر والله ما كان كاشف كشت البر انا اشهد تقول يا علي ابو محمد سعد جربها بدون الرز خبزه هذه مع اللحمه بالله جرب جرب الخبزه مع اللحمه ابو هادي يقطع من ثاني كيفك مع ابو هدى امس ابو هدى في زوم والله ترى يحبكم كلهم يحبونكم ترى على فكره بس انت بتطيح ترى هذه تطلع الطاقه اللي فيك انت انت قوي يا ابو هادي تعرف يوم فضى عندنا قوي في كل في كل مكان في كل محفل اوه والانسان هو تحتاج النيش ينقرص حتى يشد ولا ترى والله شوف اقولها شوف ممكن ما يحبون اقول هالكلام لكن والله كلهم يحبونكم وهي الفقره كذا ترى سبحان الله بس يحبونكم يقدرونكم يحترمونكم ويدعمونكم ترى من خلف الشاشات اقول بس هذه الفقره هي مساعد في مثل عرفت اللي يقول لا 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 امسك ما ادري ويش بس الزبده كيف وصلها اكتبوا هذه علي بن هادي والله العظيم انه يستاهل كل خير لا وافي ابو هادي وانه ناجح حلو وان شاء الله ان شاء الله ما بدي الحين بعد البرنامج ان شاء الله بتشوفون الماكل زينه والجمهوريه القويه ابو هادي انت معروف من قبل